طبعاً الآن الساعة 3 فجراً كما نرى نحن الآن في مدينة القامشلي. كما نرى المدرعات الأمريكية والقوات الأمريكية تقوم بمغادرة مدن الشمال السوري وتترك أهالي الشمال السوري أمام العدوان والغزو التركي. طبعاً يعني أيضاً هذه القوات تترك قوات سوريا الديمقراطية، القوات التي حاربت أكبر قوى إرهابية في العالم كما رأينا وكما شاهدنا. طبعاً هذه أول دفعة تخرج هنا من مدن الشمال السوري باتجاه معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق. طبعاً بعد خروج هذه الدفعة السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو مصير أهالي الشمال السوري أمام الغزو التركي؟